وصلنا لفقرتنا، حنحكي فيها عن الأعمال اليدوية وآخر نشاطاتهم. صحيح، رح نحكي مثل ما قلتي رشا عن الحرف السورية وبالتحديد عن نشاطات حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية. رح نحكي عن دبلوم التصدير الاحترافي مع السيد عدنان تنبكجي أمين سر هيئة مدربين حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. صباح الخير، كل عام بخير، أضحى مبارك، أهلا وسهلا بخير يا رب. آمين يا رب، إن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير. أستاذ، عم نحكي بداية، خلينا قبل ما نفوت نحكي عن نشاطاتكم وعن الأجواء العيد عندكم، ذكرنا بالمقدمة عن كورس التصدير الاحترافي، يعني هو شوي مصطلح بدنا شوي نبسط فيه كرمال الناس، هو جديد علينا كمان كرمال يوصل صح، وخاصة ذكرت لنا أنه كان أكثر من 200 ساعة واستغرق تقريبا 4 أشهر. خلينا نحكي أكثر عن هذا المصطلح وشو عملته ضمنه. كل عام بخير، بوجه تحية للدكتور سامر خليل وزير الاقتصاد ولكل العاملين بهيئة دعم وتنمية ترويج الصادرات المحلية، وخصوصا الأستاذ سائر حياض على دعمه المطلق بالتعاون مع الأستاذ ناجي حضور رئيس الاتحاد والأستاذ لؤي شكو على هاي الدورة اللي قامت مؤخرا بحاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية اسمها دورة دبلوم التصدير الاحترافي. بهاي الدورة كمان الشكر الأكبر لكل الدكاترة والأساتذة اللي أعطونا بشكل مبسط للحرفيين كيف بتتم آلية التصدير، كيف بيتم السوق المستهدف تبعنا، كيف بيتم إبرام العقود، كيف منبعد عن المخاطر اللي بتعرض لها الحرفي، وكيف آلية العمل من الألف إلى الياء بموضوع التصدير، وخاصة بما يخص الحرف اليدوية التقليدية تبعنا اللي لحنا عليها إقبال كتير كبير بكل دول العالم. تمام، طب خلينا نحكي عن الفكرة لإقامة هيك دبلوم، من وين إجت الفكرة؟ ولا من الوزارة، الفكرة هي قائمة من وزارة الاقتصاد، يعني هي عامة، وإنما إحنا باجتهاد كمان من المعنيين صار الموضوع إنه نعملها بالحاضنة وصارت الدورة وما لقينا حالنا إلا متخرجين وصرنا أصحاب خبرة وأخذنا الشهادات وصارت المعنويات عالية كثير، اكتسبنا خبرات ما كانت عنا سابقا. شو هي الخبرات اليوم إذا حبينا نحكي بموضوع الاكتساب والمعرفة وتبادل الخبرات مثلا؟ شو أكثر شيء صار تركيز عليه؟ خلينا نحكي عن التسهيلات اللي تقدمت خلال الكورس. أول شيء الدورة مجانية، يعني هذا رائع جدا. ثاني شيء صارت بمكان عملنا اللي هو بالحاضنة. الشغلة الأهم الخبرات اللي اكتسبناها عديت لكم ياهم، احنا ابرام العقود كان الحرفي اليوم ما عنده هاي الخلفيه الكبيره بابرام العقود، تجنب المخاطر، ما كان يعرف وين السوق تبعه الحرفي، بعضهم طبعا الاغلبيه ما بيعرف وين سوقه المستهدفه، صرنا نعرف وين السوق المستهدفه، يعني اليوم حتى من وقت منفوت احنا على النت لخريطه العالم، احنا اليوم بما يخص التجاره العالميه صار عندنا كثير خبره واسعه، شو الباركود تبع القطعه اللي احنا تبعنا، كيف احنا بدنا نصدرها، شلون بدنا نساوي له الباكينج يعني كله من الالف الى الياء، شلون بدنا نبرم العقود. كنا من زمان نروح لحنا على المعارض الخارجيه ننبسط انه باع المنتج تبعنا اي حرفي بهذا المعرض ورجع خلاص، هو التسويق تسويقيا مشت امورنا خلاص. انا اليوم وقت بطلع مو بس انا بدي بيع المنتج تبعي، انا بدي احرك الورشات تبعي سنه او سنتين او ثلاثه لقدام، يعني وبندخل القطع الاجنبي اللي هو كثير نحن مهم هلا بهذا الوقت العصيب للبلد انه ندخل القطع الاجنبي، واحنا بنحرك الورشات تبعنا وبنبرم عقود متتاليه، وصرنا نعرف انه في شركات اليوم من بعد عنا، يعني السماسرة، يعني شركات عالمية اليوم بالسماسرة اللي عم ياخذوا المنتج الحرفي بأرخص الأثمان وبيعوه هنين بأسعار كثير مضاعفة جدا. خلينا هيك نرجع نذكر عن عدد الحرفيين يلي كانوا بهذا الدبلوم، وهل راح يتم إعادته بعد فترة، راح يكون بشكل دوري اليوم ليشمل كل الحرفيين بالحاضنة؟ احنا تقريبا 20 واحد 21 واحد بحاضنة دمر اللي عملوا هذا الدبلوم، وبيناتهم كمان العنصر النسائي الحمد لله على طول متواجد، خاصة بحاضنة دمر احنا حكينا قبل هلا على موضوع شيخة الكار، كيف شيوخ الكار كمان بالعنصر النسائي كان متواجدين بهي الدورة وتعلموا آلية العمل كلياتها وكيف هي الموضوع الدورة، وإن شاء الله العمل مستمر، يعني مو بس هي الدورة ووقف المشروع، وإنما في دورات إن شاء الله متتالية. أنصح كل واحد حرفي أنه يتابع هذا الموضوع واللي فاتوا القطار بموضوع الدورة يرد
يتابع ويسجل على دورات متتالية فيما بعد، لأنه أنا واحد الناس وكل زملائي من خلال الجو أنا كمان بيحكون إحنا بأجواءنا وبنشاطاتنا قديش الفائدة عمت وبشكل كبير كتير على هاي المعلومات اللي أخذناها. عم شوف بعض الصور التذكارية لحضرتكم خلال الكورس، يعني قد ايه حلوة هدول الصور، بيوم من الأيام رح ترجعوا وتشوفوا أنتم شو أنجزتوا، شو توقعاتكم من هذا الكورس لبكرة، شو ممكن تنجزوا من خلاله؟ في شيء هيك، في شيء خطط لبكرة من خلال هذا الكورس تحديدا؟ طبعا نحن هلا على أرض الواقع بقى، هون صار دورنا، هون يعني أخذنا الدورة، أخذنا المعلومات نطبق على الواقع. من خلال كمان المعارض، من خلال متابعتنا عن نشاطات النت والتسويق الالكتروني، لازم اللي عمل دوره اليوم يورجينا بقى مثل ما بيقولوا شو استفادت. يعني كان في اعلاميين؟ ايه في اعلاميين، ايه عم نشوف بعض الاوجه لزملاء لنا يعني ضمن الصور، يعني ما قصروا والله، ايه على طول احنا الاعلام بنوجه له كل التحيه، انتم الجنود فعلا تبعنا اللي عم توصلوا الرساله بشكل واضح وصحيح. طيب يعني اخذنا هيك وضوينا على موضوع دبلوم التصدير، خلينا ننتقل لانشطتكم التدريبيه المستمره يلي عم بتكون بالحاضنه، شو الجديد يلي عم بيكون حاليا؟ الجديد قديم جديد، لا ما وقف موضوع التدريب مستمر، وبس احنا هلا بدنا كمان يعني عم ناخذ الدعم، لكن عم يكون الدعم احيانا يعني الحرفي عنده طموح دعم اكبر، بدنا من خلال موضوع التراخيص بالنسبة للحرفي الحاضنة مستوفية الشروط كلها، موضوع السجل التجاري، موضوع السجل السياحي، موضوع دبلوم التصدير الاحترافي، موضوع كمان يعني كل شيء بيخص، وحتى التراخيص الإدارية معفية وموجودة بهي الحاضنة، كل شيء بده يا الحرفي موجود بهي الحاضنة. لكن نحكي عن برات الحاضنة، نحن اليوم كمان الحرفي بده دعم أكبر، بدنا يعني ياخذ المستلزمات حتى يشوف الانتاج، كيف بدنا نعطي انتاج اذا ما كانت المستلزمات من خلال المواد الاوليه، وبدنا نحن بشح موضوع الكهرباء، لكن في اولويات الحرفي مثل الصناعي انه لازم يكون له اولويات عن غيره حتى يعطي فيما بعد الانتاج، وبعدين بتقوى العجله وبتكبر وما عاد في حدا يقدر يوقفها. لازم ياخذ الحرفي المستلزمات تبعه، المخصصات تبع الموضوع مثلا الغاز بشكل اقوى من ما هو عليه هلا، حتى يقوي انتاجه ويصير كمان متسارع بالانتاج وتتحرك العجله تبعنا. اكيد اليوم انتم عم تاخذوا دوركم بالشكل الصح لدعم الشباب ودعم الحرف يعني، وايضا اليوم من خلال شاشتنا يعني كمان من طالب انه اليوم يكون في دعم لكم، مثل ما حضرتك ذكرت انه اليوم لا يقل الحرفي عن الصناعي، نحن متعودين عليكم دائما على انشطتكم الحلوه وحضوركم بكل المناسبات، كان في شيء على العيد ساويتوا شيء خاص او لا؟ ساوينا احنا ابداعات جديده، وهلا في ما بعد في عندنا مهرجانات بحاضنه الدمر المركزيه بالحاضنه نفسها؟ نعم. شو حيكون برنامجها؟ هلا في ان شاء الله برنامج قائم على انه يصير معرض مع وزاره الزراعه، في تشابك الحمد لله على موضوع منتج المراه الريفيه وكيف بدها تعلب وتساوي الباكيت تبعها وكيف بدها تكون بشكل لائق، هو منتج رائع، لكن كمان بدنا نكمله وبدنا نجمله وبدنا نسوقه، عندنا الخبرات اكتسبناها من خلال هاي الدوره، وصار لازم نحن ندعم هذا المنتج بالإضافة لمنتجات الحرفية اللي موجودة أساساً بحاضنة الدمر المركزية. بصير بيع ضمن المهرجان؟ مسموح أنه يصير بيع من خلال هذا المهرجان، لازم الحرفي اليوم يعطي جودة بالمنتج وسعر منافس، وبضايعنا مرغوبة مو بس لسوريا، يعني احنا اليوم بنشجع على موضوع التصدير. يعني في بعض الناس اليوم بيقول لك ما أنا بحاجة أنا أخذ تحفة فنية، في أولويات نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة على اللي عم تمر على كل العائلة، لكن برا القطعة مرغوبة نتيجة تضخم العملة، عم يكون أسعار كتير بسيطة بالنسبة للحرف اليدوية والتحف الفنية لبرا. يعني أسعار كونه حكيت عفوا عن التصدير، شو أولويات التصدير اليوم؟ كنت عم تحكي أنه أو عم تركز على نقطة أنه استفدتوا من الدبلوم صرتوا بتعرفوا أكثر برا. نعم. شو مطلوب أكثر أو شو المفيد لكم أنه تصدروا؟ مثل ما قلت لك كان الواحد يفرح وتبيع قطعة قطعتين، اليوم طموحنا أكبر من هيك بكثير. يعني في أولويات، هلا كل واحد بيعرف وين سوقه، كل حرفة وين، عندك جزائر، عندك خليج، عندك أوروبا، هلا في بعض القطع وقت كنا
نروح مثلا اوروبا ما بتاخذ هيك قطع، لهم ستايل معين، دول الخليج لهم ستايل اللي هو موجود بسوريا مع الحرف اليدويه كلها. والحرف اليوم ايادي من ذهب، يعني حتى السيد الرئيس بنوجه له كل التحيه وان شاء الله كل عام وانتم بخير، وكيف اشاد بالخبرات الوطنيه ومؤخرا كيف بمحطه حلب الكهربائيه واعادتها، خبرات فنيه رائعه جدا بترفع دائما الراس. اليد العامله السوريه كيف اليد العامله، نحن كمان الحرفيين اياديهم من ذهب، وان شاء الله الايام القادمه اجمل. بهي الظروف الصعبه رح ننطلق ونورجي العالم كيف هي سوريا، كيف الشباب السوريين، كيف الحرفيين عم يشتغلوا بقلب ورب وزادوا الخبرات، وبدنا نبعد عن السلبيين. يعني حتى للاسف الشديد نحن في عندنا ناس سلبيين بالحاضنه، مو شرط بالحاضنه، هذول موجودين بكل مكان وين ما كان. يعني ابو واحد بيعمل دوره دبلوم، شو بدك بهالدوره؟ لا تروح على الدوره، يعني لا بده يعمل، لا بده تقعد، نعم بده يصدر، شو بدك بالتصدير؟ بيجي واحد بيشتري منتجك كلهم. انا بنصح اصدقائي وزملائي انه ما يردوا على هالناس السلبيين، انت منتجك بيجي واحد بيشتري بساعه لكن اسعار كثير خفيفه، وانت بتبيعه بشكل مباشر للعميل او للجهه اللي انت لازم تعطيهم باضعاف مضاعفه من الاسعار. لذلك بدنا نبعد عن السلبيين ونضل مع الايجابيين. والمشكله انه عم يستلموا مناصب، يعني هذول عم نحكي عن سلبيين حرفيين فرضا بيستلموا مناصب وبيبعدونا عن جو التفاؤل، بيبعدونا عن جو الانتاج، بيبعدونا. لازم ما نرد عليهم، بدنا نضل لقدام ونتابع والى الامام، وان شاء الله منتجنا على طول بيصل لكل دول العالم وعليه طلب بشكل كبير. ما وقف ابدا موضوع الطلب على الحرف اليدويه وعلى المنتجات الحرفيه وعلى التحف الفنيه. هو أي شيء بده ينجح مفروض الدعم إن كان منكم أو من الجهات المختصة، ودائما يكون الشخص المناسب بالمكان المناسب. يعني كثير نعم. هاي النقطة نحن بنقول يا رب يعني تصير بشكل كثير أوسع. يعني شو أكثر منتج بتطلعوا فيه خارجيا كونه منتج سوري أو بيكون مقبول بالنسبة للناس؟ هلا ذكرت حضرتك إنه كل بلد إلها سيستم خاص، نعم. أو ستايلات خاصة. يعني إذا هيك أكثر شيء حرفة أو منتج شكل، شو أكثر شيء تسويقيا يعني؟ صحيح، بما يخص مثلا موضوع الصدف، أنا ما بشتغل بالصدف لكن عندي اطلاع عن بعض الزملاء بحاضنة الدمر المركزية انه كيف هذا المنتج عليه طلب رائع جدا، وخاصه بالجزائر بالدول الخليج العربي. ستايله بيختلف عن الاوروبيين، الاوروبيين بيطلبوا الصدف الخفيف اللي ما يكون كثير معشق، بحبوا الشيء. بالنسبه للنحاسيات الشيء بيخصني، طيب هن بيشوفوا التحفه الفنيه السوريه، ناس بترغبها ناس لا، دول اوروبا وخلينا نقول بروسيا. انا ساويت شطرنج، هذا الشطرنج انا كل مره ما عم بكتفي على انه هذا المنتج يكون يعني بشكل سبات، على طول في تطور. بديت بالشطرنج الصغير مش من الاكبر، بعدين وصلت لمرحله انه ساويت شطرنج واخذت فيهم جائزه الابداع بهي السنه، حطيت كرسيين ملكيات وحطيت هذا الشطرنج وصار اقبال عليه الحمد لله. لاكثر من حدا عم يتواصل معي انه بده نفس هذا سكتش يعني تصميم. كامل والتصميم اللي هو عبارة عن تريا ولمبادرات حواليه وطقم كامل مع كرسيين وشطرنج بالوسط في زخارف بتوحي للتراث السوري، وهو الشطرنج أساسا ماله تراثنا، دمجنا بهذا الموضوع عليه إقبال كتير حلو. تمام. وكتير من زملائي عم ياخذوا كمان بيبدعوا، لانه موضوع الاقبال اليوم بتعرفي التسويق الالكتروني أكيد. حتى الموسوعه اللي صارت الاستاذ اياد محمد موسوعه التصدير حطوا لنا الحاضنه، موجه له التحيه اللي حط الحاضنه بكل حرفها بشكل مجاني. اليوم عم نحط القطعه الفنيه بهي الموسوعه بشكل يعني فني، بشكل راقي، بشكل اكاديمي، وعم تنعرض بشكل جيد. شكرا استاذ عدنان اللي بتقول لي شيء. شكرا كثير لك عدنان تنبكجي، دائما يعني اللي بيميز الانسان الناجح هو الطموح اللي عنده ورغبته بالتعلم والتطور. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا، صباحك واضحى مبارك، وناطرينكم دائما بنشاطات وهيك فعاليات كثير حلوه تعبر عن الحرفي السوري واكيد براعته. شكرا لك استاذ، كل عام وانتم بخير، وانت بخير يا رب.